كريم اعرف رايك برضو. طبعا اكيد يعني كلنا سعداء جدا 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 بموافقه الاجهزه الامنيه على طلب النادي الاهلي بهذا الكم من الحضور. احنا بقالنا كتير جدا يا كابتن اسلام استادات من ايام ما انا كنت بلعب استادات بقى استادات مصر ما شفناش فيها هذا العدد الكبير، وان شاء الله طبعا يكون له اثر كبير جدا باذن الله باذن الله على النتيجه. وكمان احنا كمان بنتفائل لما يكون عندنا مباراه مهمه في رمضان، يعني كنا بصراحه يعني كنا بنتفائل. واحلى حاجه بصراحه السيناريو ده شفته كتير قوي يعني السيناريو ده بصراحه احنا كلنا شفناه. لا بص، لك ان تتخيل لحظه يا جماعه لحظه ضياع ركله الجزاء النادي الهلال. انا والله يعني بخلاف اي شيء اللحظه دي شفتها كتير، يعني شفتها كتير قوي، ان انت بتحس خلاص الاهلي بره البطوله، خلاص الاهلي بيخرج ناقص ثانيه والاهلي الاهلي باي باي، وهو الدنيا بتتشقلب والدنيا بتعود لايد النادي الاهلي تماما. وهذا الكم طبعا يعني من الايه من العصبيه ومن المحاولات لشد المباراه لامور تانية هنتكلم عليها. لكن طبعا لازم بصراحه يعني احنا سعداء بالسيناريو. انا على المستوى الشخصي انا سعيد ان انا بعيش السيناريوهات دي. سيناريوهات هي طبعا صعبه جدا في لحظتها، صعبه جدا جدا. تعرف انا عملت ايه؟ عملت ايه؟ قبل ده اخر 10 دقايق نزلت اتمشيت في المدينه بعيد خالص عن القناه. ليه؟ عشان ما اسمعش حتى هي ولا ولا اي حاجه. والله لا يا صايف فكرك بايه انت حبا في يعني عشان بس ما حدش ياخدها على حاجه ثانيه، دي هي حبا في النادي مش حاجه ثانيه. جون سان داونز طبعا. لا لا لا, لا. اعرف ناس كتير ما تقدرش تتفرج زي ضربات ضربات ترجيح في لعيبه كوره كتيره جدا جدا. انا مشيت على رجلي ما يحبوش يبصوا تقريبا الباب بره يعني مشوار. يعني هي الفكره طبعا ان السيناريو نفسه من ساعه جون سان داونز، يعني جون سان داونز الدقيقه 64 كلنا قلنا خلاص الموضوع بينتهي وبتاع، وهوب الفيلم الدرامي اللي احنا شفناه ده. ففي الاخر احنا ان شاء الله باذن الله باذن الله يحضر 50,000 من محبي مشجعي النادي الاهلي. واعتقد كلنا هنروح بصراحه اليوم ده. انا اعتقد مع صعب جدا جدا جدا. لا انا رايح بصراحه. انا وثابت لسه بيقول لي رايح. انا بفكر بشكل جدي ان انا ان شاء الله رايحين. لا صعب احنا رايحين ان شاء الله. نشجع بقى نلبس بقى رايحين. لا رايحين نخش درجه ثالثه يعني رايحين ان شاء الله باذن الله باذن الله رايحين. فطار وسحور فطار مش مهم بقى. المهم يعني احنا عايزين برضه نوري اللعيبه احنا يعني اذا كنا في بعض الاوقات قصينا في بعض الكلمات في بعض التعبيرات لكن بصراحه النهارده كلنا كل الناس بعد مباراه سان داونز والهلال لما الامل رجع لنا ان احنا النهارده خلاص التاهل بقى بايدنا شغلنا كلنا. كان دور قناه الاهلي الحقيقه في هذه الفتره كان دور مهم جدا جدا جدا. يعني الحمد لله والشكر لله ناس كتيره بتقول لي يعني احنا ايه كانت يعني ناس بتنتقد الكلام اللي احنا بنقوله، لكن دلوقتي الحمد لله والشكر لله ناس كتيره جدا بتكلمني في التليفون تقول لي يعني الحمد لله ان احنا بنتكلم بهذا الشكل، بننتقد وكل حاجه ولكن دايما بنبقى خايفين على كيان النادي الاهلي واسم النادي الاهلي.